بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. النهاردة إن شاء الله معدنا مع نموذجين من النماذج الإنعكاسية. النموذج الأول الاختراق بيرسينج باترن، النموذج الثاني غطاء السحابة المظلمة دارك كلاود كفر باترن. أهلا ومرحبا بكم على قناة STC في كورس التحليل الفني. شكل النموذج الأول كما هو موضح على الشرط التعليمي. نموذج بيرسينج باترن يأتي في نهاية اتجاه هابط. هنلاقي عندي في الشكل اللي قدامي ده ماينر تريند هابط، شمعة حمراء طويلة تليها شمعة خضراء طويلة، سعر إقفال الشمعة الخضراء أقل من أدنى سعر للشمعة الحمراء، وسعر إغلاق الشمعة الخضراء أعلى من منتصف جسم الشمعة الحمراء. وعندما تحقق هذا النموذج تدخل المشترون بالشراء، مما أدى إلى صعود الاتجاه السعري إلى أعلى. أما شكل النموذج الثاني دارك كلاود باترن كما هو موضح على الشرط، اتجاه صاعد جاء في نهاية هذا النموذج، شمعة طويلة خضراء رقم 2 تليها شمعة طويلة حمراء رقم 3، سعر فتح الشمعة الحمراء أعلى من أعلى سعر للشمعة الخضراء رقم 4، وسعر إغلاقها أدنى من منتصف جسم الشمعة الخضراء. من بعد تكون هذا النموذج تدخل البائعون بالبيع، مما أدى إلى انعكاس الاتجاه لأسفل وهبوط السعر. وإحنا شغالين كده أفكرك بنموذج بيرسينج باترن، عبارة عن شمعتين، الأولى حمراء طويلة رقم 1 وهي شمعة بيعية هابطة، والثانية خضراء طويلة رقم 2 وهي شمعة شرائية صاعدة كما تشير الأسهم الهابطة والصاعدة. وكتطبيق على الشرط كما يشير السهم، عندي اتجاه هابط تكون في نهاية هذا النموذج، مما أدى إلى دخول المشترون بالشراء كما يشير السهم الأخضر. وكمان أفكرك بالنموذج الثاني دارك كلاود باترن، عبارة عن نموذج مكون من شمعتين، رقم 1 شمعة طويلة خضراء شرائية تليها شمعة رقم 2 طويلة حمراء بيعية. وكتطبيق على الشرط عندي اتجاه صاعد تكون في نهاية هذا النموذج، مما أدى إلى تدخل البائعون بالبيع كما يشير السهم الأحمر، ويكون شكل النموذجين معا على رسم واحد كما هو موضح أمامك، ويكون شكلهما معا في التداول أيضا كما هو موضح أمامك. ودلوقتي هناخد أمثلة متنوعة على كلا النموذجين. هناخد أمثلة على كيفية التداول بهذين النموذجين. مثال واحد عندي في نهاية اتجاه هابط تكون نموذج بيرسينج باترن، من بعد تكونه على طول تدخل المشترون بالشراء، ممكن تدخل معهم صفقة شراء أو أكتر على حسب التايم فريم اللي انت شغال عليه. بعد كده تكون على نفس الشرط في نهاية اتجاه صاعد نموذج آخر رقم 2 وهو دارك كلاود كفر باترن، من بعده على طول تدخل البائعون بالبيع، ممكن تدخل معهم صفقة بيع أو أكثر، وواضح إنه كان عند منطقة مقاومة قوية، عشان كده هبط السعر هبوط حاد مما أدى إلى دخول البائعين زي ما احنا كده شايفين. مثال 2 عندي بعد كده على الشرط نموذج بيرسينج باترن المظلل باللون الأصفر، من بعده على طول صعد السعر إلى أعلى نتيجة تدخل المشترون اللي انت ممكن تدخل معاهم صفقات ربحانة إن شاء الله. كمان عندي مثال 3 نموذج دارك كلاود كفر تكون في نهاية اتجاه صاعد، من بعد تكون هذا النموذج هبط السعر
كما يشير إلى ذلك السهم الهابط نتيجة تدخل البائعون بالبيع، وممكن معاهم تدخل صفقة بيع. مثال 4، عندي اتجاه صاعد تكون في نهايته شمعة شرائية خضراء طويلة لارج بولش كاندل، جاءت بعدها شمعة بيعية حمراء طويلة لارج بيرش كاندل، وده زي ما احنا عارفين نموذج دارج كلاود كفر باترن، نموذج بيعي أكيد هيتدخل البائعون بالبيع مما سيؤدي إلى انخفاض السعر، وواضح أن الاتجاه أصبح إلى أسفل كما هو موضح على الشارت. بس في ملحوظة على مثال 4، عايز يقول إن النموذج ده لو اتكون عند منطقة مقاومة قوية فده مؤشر ليا إن السعر أكيد سيهبط هبوط حاد كما هو موضح على الشارت، مما يقوي موقف هذا النموذج الهبوطي كما هو موضح. لو تلاحظ بعد تكون هذا النموذج حدث اختبار لمنطقة المقاومة وما قدرش يخترقها، فعاد السعر للهبوط هبوطا حادا. أما مثال 5 على الشارت فهو عكس مثال 4، عبارة عن اتجاه هابط جاء في نهايته شمعة بيعية كبيرة لارج بيرش كاندل، جاء بعدها شمعة شرائية كبيرة لارج بوليش كاندل، مما أدى إلى تكون هذا النموذج بيرسينج باترن. أكيد الاتجاه سوف ينعكس لأعلى نتيجة تدخل المشترين بالشراء اللي انت ممكن تدخل معاهم صفقات شراء. هتلاقي كمان النموذج ده اتكون عند منطقة دعم قوية مما يدعم موقف المشترين ويساعدهم في انعكاس السعر لأعلى نتيجة تكون هذا النموذج عند منطقة الدعم، عشان كده السعر اتجه إلى أعلى بقوة كما هو واضح على الشارت. اختبر السعر هذه المنطقة فوجدها تدعمه فعاد للارتفاع بقوة. مثال 6، عندي نموذج خط الاختراق تكون في نهايته ترند هابط داون ترند، بعد تكون هذا النموذج تدخل المشترون بالشراء مما أدى إلى انعكاس الاتجاه الأعلى نتيجة تدخلهم، وانت كمان ممكن تقلدهم وتدخل معاهم صفقات شراء. المثال 7 والأخير على نموذج دارك كلاود كفر، شكل هذا النموذج كما هو واضح على الرسم كما هو موضح على الشارت، عندي اتجاه صاعد جاء في نهايته هذا النموذج مما يؤكد أن البائعين سوف يتدخلون بالبيع وأن السعر سوف ينخفض إلى أسفل، عشان كده ممكن تدخل صفقة بيع حسب تحليلك وحسب التايم فريم اللي انت شغال عليه. السهم الأخضر يشير إلى اتجاه الصعود اللي أكيد بعد كده هيبقى فيه هبوط كما يشير السهم الأحمر. لكم خالص تحياتي. وفي النهاية أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي في سوق الفوركس والخيارات الثنائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.